اولا الشكر جزيل للزميل العزيز الاخ عبد الغني. الورقه الحقيقه فيها جهد مشكور وفيها نوع من الجهد المبذول فيها. الورقه بشكل سريع هي تقوم على قسمين: قسم التحديات والقسم الثاني المتطلبات. قسم التحديات أورد 5 تحديات، في المقابل وضع للمتطلبات 5 مقابل لها، سالب وإيجاب. الخمس التحديات: توسيع حالة التوافق حول الحوار، تباين حاد في الرؤية أو الرؤى للقضايا المركزية، شرعية التمثيل 3، انقسام المؤسسة العسكرية 4، التأثير السلبي للعامل الإقليمي والدولي 5. هذه هي وفق رؤيته هي التحديات التي تواجه الحوار الوطني، ووضع في المقابل 5 متطلبات تقابل هذه التحديات. وإذا نظرنا بعمق في الورقة لهذه المتطلبات للحوار هي بما يصح أن نقول الموجب للسلب للتحديات، بمعنى وهي جهد توسيع حالة التوافق حول الحوار مقابل لها التهيئة الجيدة للحوار. وعندما نقرأ البند هذا سنجد هو ترجمة أو كيف نخرج من هذا التحدي بإيجاد تهيئة جيدة للحوار وتوسيعه وشموليته. في المقابل حول وبعد ذلك سيكون لي رأي في بعض القضايا، أنا أبديها بشكل حتى يستوعب هذه الورقة. إبداء حسن النوايا هذا التحدي التهيئة والشرط الثاني من شروط متطلبات الحوار. إبداء حسن النوايا هي التي تقابل التباين الحاد في الرؤى للقضايا المركزية تواجهها الإبداء حسن النوايا. الثالث الإيضاح والمكاشفة هي في مقابل شرعية التمثيل، يعني من أجل أن نخرج من شرعية التمثيل لابد أن نوجد من أجل أن نواجه شرعية التمثيل لابد أن نوجد أولا الإيضاح والمكاشفة حتى نخرج كتهيئة أو متطلب للحوار. انقسام المؤسسة العسكرية هو ذكر أيضا، وهذه الحقيقة هنا ما أقدر أقول إن هي الموجب في المقابل الثالثة، التركيز على قضايا محددة ووضعها وهي تدخل في إطار الرؤية المركزية وفيما إطار المؤسسة العسكرية. أما التأثير السلبي للعامل الإقليمي والدولي في التحدي واجهها أو متطلبها استمرار الرعاية الدولية، هذا متطلب النجاح في مقابل التحدي. هذه هي الورقة. بالنسبة لي أنا لا الوقت ضيق جدا، ويعلم الله أنني لم أقرأها إلا هذه الساعة وأنا هنا، يعني بصراحة أمس آخر الليل اتصل لي الزميل مجيب وقال لي أن الورقة أرسلها لي عبر الإيميل، لم أستطع أن أفتح الإيميل، جيتها اليوم والآن فتحتها. والحقيقة ورقة مشكورة فيها جهد جيد، لكن أنا أقول أن الحوار الوطني هو أولا يعني ارتبط في مسارات تاريخ اليمنيين منذ بدايات الثورة السبتمبرية والأكتوبرية وما قبل. الحوار الوطني دائما يرتبط في حياتنا اليمنيين، نحن في مرحلات الانعطافات والتحديات التي أوقت لها الزلازل التي نواجهها. آخر كان من الحوار الوطني الذي جاء أثناء حرب المناطق الوسطى، جاء بعدين حوار وطني طلع لنا المؤتمر الشعبي، وقبلها كان الحوار الوطني الذي جاء بعد الثورة وحوارات المؤتمرات الذي رافقت ما بعد الثورة وإلى أن أفضت إلى مصالحة وطنية. مراحل منعطفات، كل ما مرينا في مرحلة دخلنا الحوار الوطني. والحوارات الوطنية غالبا هي نوع من العملية التلفيقية والتوفيقية للخروج من شرعيات ثورية تعيش بها اليمن، وهي لعنة الجغرافيا عندنا دائما إنه مش مسموح لهؤلاء اليمنيين أن يمارسوا عمل ثوري، ولابد أن يرفقها عمل تلفيقي بعد ذلك.
هذه الورقة خلت تماما من أن الحوار الوطني السائد هو أصلا نتاج أو رد فعل لثورة شعبية سلمية جاء بها شباب الثورة، فدخل مسألة الحوار الوطني لتلفيق العملية الثورية، وضع نوع من المساومات لإدخال عناصر من أفلول أو بقايا النظام لإدخال العملية. نفس القصة في ثورة 26 سبتمبر، 7 سنوات حرب ثم حدثت مصالحة وطنية وتلفيق للثورة، هي قضية من القضايا التي تعيش بها لبنان. اثنين، أنا الحقيقة يعني لا أدري، نقطة واحدة أنا دائما استفز منها، موضوع قضية الوحدة هذه. الوحدة هذه أنا قناعتي هي قيمة مضافة، هي ليست هي الأساس. القضية الرئيسية عندي أنا هي العدالة، هي الحرية، هي الكرامة الإنسانية. الناس يتوحدون عندما يجدوا هذا الأمر متوفر. المجتمعات الأوروبية ظلت تتقاتل وتتحارب حروب بالملايين دفعوا ثمنها، لما تحققت فيما بينهم العدالة والكرامة والحرية بدأوا يتفكروا كيف يتوحدون ويتجمعون ويتآلفون. لكن أول ما تنتبه هذه الصفات تسقط قضية الوحدة الأوروبية والسوق الأوروبي والعلاقة، ويبدأوا يعملوا حرب عالمية ثانية ثالثة ورابعة وخامسة. أقول هذه الوحدة التي قتلونا بها الأنظمة، الذي النظام السابق الذي حكمنا، جعلنا نشعر أن هي الأساس وليست العدالة والحرية. ما يجري في الجنوب هو نتائج ظلم وقهر واستبعاد ونهب. وبالتالي عندما جاءت مسألة الدعوات التي شكلت فكرة القضية المركزية، القضية الجنوبية، الناس التفتوا للقيمة المضافة وسيبوا وتركوا القضية المركزية. القضايا المركزية ليست القضية الجنوبية. قضية الجنوب جوا إيش معنى قضية وجنوبية؟ الجنوب كلمة جغرافية، مصطلح جغرافي، هي في حدود دولة إلى عام 90 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الشعب الذي حكم في هذا الإطار الجغرافي. هذا الشعب الذي سلم دولة وأقام وحدة تعرض لعملية مسخ واكتساب لهويته وثقافته وفكره وحتى وضعه المعيشي، وحدث بعد ذلك عملية مزايدة على القيمة المضافة من أجل مزيد من السحر، كما مورس على أهل تهامة في يوم من الأيام نوع من القهر لدرجة الانسحاب الكامل، وهو في المقابل الذي حدث أو يحدث بالجنوب. لذلك القيمة المركزية ليست الجنوبية. القضية المركزية هي قضية العدالة في هذا البلد، قضية الحرية في هذا البلد، قضية الشعور بالكرامة الإنسانية، قضية الشعور بأنه حاكم، المواطن هنا يحكم، وليست فئة معينة من المشايخ أو من الإقطاع أو من الجيش أو من المؤسسات المعينة هي التي تمارس عني وصاية الحكم. هذه مشكلات القضايا المركزية التي يجب أن يناقشها مؤتمر الحوار الوطني. مش عندما ندخل إلى قضية زي مثل القضية الجنوبية سنختلف، صحيح، لكننا عندما سنبدأ نطرق قضية ما الذي أفرز قضية الجنوب، سنعرف أن الوحدة ليست هي المشكلة. الوحدة تذهب وتجيء، هي قيمة مضافة، لكن القضية الرئيسية هي قضية أن هناك عدالة ماتت، حرية سلبت، هوية سحقت، كراما سحقت. هذه هي قضية المركزية. قضية صعدة، دقيقة خلاص ما فيش داعي لصعدة. بالأخير أنا تكلمت عن نقطة وقفت فيها وأقول أن القضايا المركزية في قناعتي إذا طرح الناس حولها سيختلفون. فيما يتعلق هذه مسألة انفصال هو سيدخل فيما يتعلق ببند الدولة وشكل الدولة. أما القضية المركزية خلا تحديات ومتطلبات الحوار من القضية المركزية التي ذكرناها وهي الأساس. لماذا الناس خرجوا إلى الشارع ودفعوا أرواحهم ثمنا من أجلها؟ من أجل أن هناك أسرة استحوذت على الحكم وسيطرت وورثت ووزعت الحكم كما تشاء على المشايخ وعلى الأبناء وعلى الأقارب والأبعاد.
هذه العدالة التي انتهكت فقام الناس عليها ثورة. نكرر الغلطة مرة ثانية. التهيئة الجيدة للحوار، التهيئة الجيدة للحوار في قناعتي هي أولاً أن نتفق على ماذا نتحاور. ومسألة المؤسسة العسكرية وغيرها